ثم الأخوات تردد خلفها وكل يوم جزء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. نعم يجوز ذلك لأنه من باب تدارس القرآن، فإذا قرأت المعلمة وقرأوا خلفها صححوا لأنفسهم من جهة، ومن جهة اجتمعوا على كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا جائز إن شاء الله تعالى، والله أعلم. كان الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول: ما المقصود بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي أن الإنسان الذي لم يكن له عادة من الصيام ولم يكن متعودا على الصيام قبل نصف من شعبان يكره له أن يبدأ الصيام من النصف من شعبان، لأنه سيضعف لأنه غير متعود على الصيام، وينبغي أن يستعد لرمضان. أما من كان له عادة من الصيام قبل النصف من شعبان فليستمر على عادته، كمن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم شعبان إلا قليلا وبدأ من أوله وهو يصوم، فهذا يستحب له أن يتمم صومه إلى قبل رمضان بيوم أو يومين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول: من نوى أن يصوم شعبان كاملا فهل يصوم اليوم التاسع والعشرين الذي سيكون كما في التقويم آخر يوم في شعبان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. يكره أن يصوم الإنسان شهر شعبان أو أي شهر غير رمضان كاملا، قول عائشة رضي الله عنها: لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فيستحب الإنسان إذا أراد أن يصوم شهرا شعبان أو غيره أن يصومه إلا قليلا، إلا يومين أو ثلاثة، حتى لا يشبه رمضان، حتى لا يقع في الكراهة، والله تعالى أعلم. كان الله إليكم شيخنا نفع بكم. تقول: ابني متزوج وعليه ديون كثيرة، فهل يجوز أن أدفع له زكاة مالي مع أني أساعده كثيرا لكن لا أستطيع أن أسدد عنه كل الديون، فهل يجب علي سداد ديونه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. العلماء يقولون بأن الإنسان يدفع الزكاة لأقاربه إلا الأصل والفرع، والأصل هو الأب والجد والأم والجدة، والفروع الأبناء والبنات، فلا تدفعين زكاة مالك لابنك. إذا كنت قادرة أن تسدد ديونه من غير الزكاة فلا تدفع، أما إن كنت غير قادرة فحينئذ يمكن أن تدفعيها لزوجته أو لأبنائه أو نحو ذلك، تسدد عنهم للضرورة والحاجة، والله تعالى أعلم.